التوكل على الله أن تعلق قلبك بالله، أن تتخذ الأسباب وأن تدبر ما شئت أن تدبر منها، لكن بعد أن تستجمع من الأسباب والوسائل والإمكانات فإنك تصرف النظر عنها كلها لتعلق قلبك بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. إن هذا الثنائي المطلوب شرعا في المزاوجة والاجتماع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب مطلب شرعي، فأما الاقتصار على أحدهما وإهمال الآخر فهو خلل تأباه الشريعة بحكمتها وبأبعادها وبما جاءت به من نصوص في الكتاب والسنة. عندما نتحدث عن التوكل على الله فإننا نركز على هذا المعنى. ترى هل حقا قد أعملنا في قلوبنا أهل الإسلام معنى التوكل على الله كما يليق بنا في مثل هذه المضائق؟ إن التوكل مع الأخذ بالأسباب ينبغي أن يكونا متوازيين، فكلما عظم أخذنا بالأسباب والتدبيرات والاحترازات والإجراءات ينبغي أن يعظم ويزداد معها رصيد التوكل على الله عز وجل. صدقا يا كرام، هل نشعر أننا في جوف هذه المحنة وفي طيات هذا الوباء العالمي كورونا، هل نشعر أننا قد بلغ بنا معنى التوكل على الله والانكسار بين يديه والضراعة إليه سبحانه، ما جعلنا نعيش شعورا كأننا في لجة الابتلاء كما يعيشه تماما أولئك المرضى الذين قد أصيبوا بالعدوى فهم يرقدون على أسرة المستشفيات وأجهزة التنفس قد غطت وجوههم وهم يصارعون الموت وقد تخرج أرواحهم في أي لحظة؟ صدقا والله، هل بلغ بنا معنى التوكل والضراعة أن نعيش ذلك المعنى بالمستوى الأعلى الذي يعيشه أولئك المكروبون؟ عفوا، ماذا لو كان لك أم أو أب أجارنا الله جميعا وحمانا وحفظنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا، ماذا لو كان لنا زوجة أو أم أو أب أو ابن يرقد مصابا بالمرض؟ بالله عليكم، أي شعور ستمتلئ به القلوب من التوكل على الله والانكسار بين يديه والبكاء من خشيته والرجاء في رحمته؟ هذه عبادات قلبية ينبغي أن نعيشها وإن كنا في مأمن وصحة وسراء وسعة، حتى قال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن من هو في البحر على لوح ليس بأحوج إلى لطف الله ورحمته ممن هو في بيته وبين أهله وولده. وصدق رحمه الله. الأخذ بالأسباب في شريعتنا معشر المسلمين عقيدة، هو أيضا منطق عقلي ينبغي الصيرورة إليه، اعقلها وتوكل، منهج شرعي أن نأخذ بالسبب مع التوكل على الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. وفي طاعون عمواس: وما كان من شأن الصحابة رضي الله عنهم في الانكفاف عن الدخول إلى بلد قد حل به البلاء والوباء أخذا بالأسباب. إهمال الأخذ بالأسباب غفلة وتواكل، والظن أنه توكل محض بل هو عجز عندما يمضي أحدنا في دروب الفساد والهلاك ويقول إنه متوكل على الله، هي مكابرة وجهل بل فساد وإفساد. عندما ينادي المختصون والمسؤولون بلزوم الدور والبقاء في البيوت والانعزال والتباعد الاجتماعي فهو مطلب للحفاظ على النفس أولا وحفاظ على الغير ثانيا، هو دفع لهذا الوباء وأخذ بسنة الأخذ بالأسباب. أيها المباركون، نحن أمة ربانية ذات منهج شرعي حكيم، إغفال ذلك هو مضي في طريق الجهالة والعماية التي يظن أصحابها مكابرة أنهم سيسلمون وينأون عن ذلك. من ذا الذي قال إن الأخذ بالأسباب يعني ضعفا في عقيدة الإيمان والتوكل على الله؟ هو الثنائي المزدوج الذي جاءت به الشريعة بين التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب.